السلام عليكم ورحمة الله. بعد طول انتظار تعلن انفيديا رسميا على كارت GTX 1080 واللي حيصدر يوم 27 من مايو الحالي بسعر $600 وبنسخة أخرى لفاوندر إديشن موجهة الفئة اللي تهوى كسر السرعة وبسعر $699. GTX 1080 هو الخلف لGTX 980 بالرغم من أنه أغلى من GTX 980 $50 إلا أنه يتفوق في الأداء حتى على تايتان إكس واللي يبلغ سعره $1000 بحوالي 30% ويستهلك في طاقة أقل بنسبة 28% حسب تصريحات نفيديا. كمان أنه يأتي بذاكرة GDDR X5 الحديثة ويبلغ حجمها 8 جيجا بايت وتردد الكرت يبلغ 1.6 جيجا هرتز وبزيادة تصل إلى 1.7 جيجا هرتز في الألعاب. سرعة الذاكرة في الكارت هي 10 جيجا بت في الثانية أي زيادة 3000 جيجا بت عن GTX 980. الكارت يحتاج إلى كيبل واحد للباور أو مزود طاقة ودرجة حرارة قصوى اللي يمكن أن يعمل بها هي 94 درجة مئوية. انفيديا أيضا تنصح بباور سبلاي أو مزود طاقة تبلغ قوته 500 وات للنظام بالكامل من ضمنها الكارت. فخلونا مع بعض نشوف أداء الكارت في أبرز الألعاب الحديثة وهل فعلا الكارت كان بمستوى التوقعات أو لا. النتائج تعرض أمامكم حتكون برزولوشن 1080 أي Full HD وبرزولوشن 4K لكل لعبة على التوالي. خلنا نشوف النتائج ونشوف أداء الكارت. إذن كان هذا هو أداء كارت نفيديا الجديد GTX 1080. كارت أكثر من رائع وتطور مقارنة بالجيل السابق واضح جدا. أداء كان أفضل من تايتن إكس اللي سعره $1000 تماما زي ما صرحت نفيديا وأفضل من GTX 980 Ti اللي سعره $650. وبالنسبة لرأيي الشخصي الكارت رائع جدا هذه لا جدال فيها وما زال حنشوف كارت GTX 1070 ممكن بعد أسبوعين حتبدأ تطلع نتائج الاختبار الخاصة به ونشوفوا شنو يمكن يقدم من إضافة مقارنة بالجي تي اكس 970. أيضا حننتظر الجيل الجديد من AMD واللي هو أصبح على وشك الصدور ممكن ينزل في شهر 6 أو 7 المقبل. بعدها ممكن تقرر أي كارت هو المناسب لك لو تبي دير أبجريد في المستقبل. ما تنسوش تكتبوا آراءكم حول الكارت وهل كان بمستوى توقعاتكم أو لا، اكتبوهم في التعليقات. وفي النهاية ما تنسوش تضغطوا زر لايك لو عجبكم الفيديو، سبسكرايب للقناة، ونلتقي بإذن الله في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.